مرحبا، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير كرات البطاطا بالدجاج. عنا 800 جرام بطاطا مسلوقة نعمتهم بهذا الشكل، نص كيلو صفين دجاج بهذا الشكل قطعتهم، زيت نباتي، فليفلة حلوة حمرا وخضرا، بازيلا، جزر، 4 معالق طعام صويا صوص، ملعقة طعام بهار الفاهيتا، بصلة وسط مقطعة بهيدا الشكل، حبتين ثوم مدقوقين ناعم، 5 معالق طعام حليب، ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة كمون، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط الحليب مع البطاطا والملح والكمون والفلفل الأسود، بحركهم منيح مع بعض. بس حركتهم منيح بحطهم على جنب. هلأ عندي طنجرة بحط بقلبها زيت نباتي، بحط البصل كمان والثوم، بقليهم على الغاز مع بعض. بحط هلأ فوقهم صفين الخروج. بغطي الطنجرة وبتركن حوالي 5 دقايق. بعد ال5 دقايق هلأ بحط الخضرة فوق الدجاج. بسم الله. بحط الصويا صوص كمان وبهار الفاهيتا، حركهم مع بعض. طنجرة لتستوي الخضرة، حط كمان فوقهم رشة ملح صغيرة، حركهم شوي. هلا اطفي الغاز، حط الدجاج والخضرة بقلب الصينية بهيدا الشكل، بمدهم بالصينية نفس المستوى. هلا بحطهم على جنب. بدي اعمل البطاطا كرات صغيرة. قبل ما اعملهم كرات بحط فوقهم جبنة شدر او مازوريلا. حركهم كمان مع بعض. من الافضل اعجنهم بالايد لينخلطوا منيح بهيدا الشكل. هلأ بعمل البطاطا كرات وبحطهم على الخلطة. بسم الله. بهيدا الحجم. لنكفي الطريقة أنا وياكن. عنا 2 ملاعق طعام زبدة و2 ملاعق طعام طحين. بحط الزبدة على الغاز لتدوب. بس دابت الزبدة هلأ بحط طحين، حركن مع بعض منيح. بس انخلطوا مع بعض بهيدا الشكل. هلأ بحط فوقهم حليب. بسم الله. وبحرك كمان، بحط فلفل أسود وملح وبحرك تحريك مستمر. حطيت حليب حوالي 250 ملي. هيدا البشاميل صار جاهز بهيدي الطريقة. بعد ما عملت البشاميل هلأ بصبن على وجه البطاطا. بسم الله بهيدا الشكل. هلأ بحط الجبنة على الوجه. بعد ما حطيت الجبنة هلأ بحطها بالفرن بس من الأعلى لتدوب الجبنة. بدي أشوف أنا وياكم كيف طلعت هيدا الشكل. واو، هيدا الشكل النهائي.
هيدي البطاطا بالبشاميل والدجاج اللي عملتها انا وياكم. حلا طبقات بسكويت اللوتس، عنا لتر ونص حليب كاستر، 5 معالق طعم سكر، وبسكوت اللوتس. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بدنا نكسر البسكوت. بسم الله. هلأ بدنا نعمل مع بعض. بسم الله. رح أحطهم بالمكنة أفضل. حطيناهم بالمكنة، هلأ بنعمهم. شفتوا كيف بالمكنة أفضل نعمهم عشان ما نياهم كتير ناعمين. بعد ما نعمنا البسكوت أنا وياكم بحطهم على جنب، بحط فوق الحليب الكاستر. بسم الله. كمان السكر. بنحركهم مع بعض. هلأ بحطهم على الغاز وبحركهم تحريك مستمر ليشتد المزيج. بس اشتد الكستر معنا بهيدا الشكل، هلأ منطفي الغاز. بحط الكستر بالصينية. بسم الله. بعملهم عدة طبقات. بمدهم. وبرش عليهم بسكوت بهيدا الشكل. كمان طبقة كاستر مدها بهيدا الشكل. حطينا المقادير، لتر ونص حليب، 5 معالق طعام سكر، 6 معالق طعام كاستر، وعلبة بسكويت. هلأ بمدهم بهيدا الشكل عرواق عشان ما ينخلط البسكوت والكاستر مع بعض ليضل معنا طبقات. كمان برش بسكوت. بسم الله. طريقة بتاخد معنا تحضير حوالي 10 دقايق. نفس الشي كاستر. نعمل عدة طبقات من الكاستر والبسكوت لتنتهي عنا الكمية. انتهت عنا كمية الكاستر.
بنحط بهيدا الشكل. هلأ بحطن على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطن بالبراد. هيدي حلا لوتس اللي عملتها أنا وياكن بعد ما حطيتها بالبراد أقل شي 3 ساعات لنشوف مع بعض كيف طلعت. بسم الله. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. هيدي حلا اللوتس اللي عملتها انا وياكم. بتمنى تعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.